بسم الله الرحمن الرحيم. دي محاضرتنا الرابعة والأخيرة في تشابتر الخاص بالديزاين بتاع الشورت سبان رينفورسد كونكريت بريدجز. المحاضرة دي هنتكلم فيها على البير والأباطمنت الامبيريكال دايمنشنز بتاعتهم والاستابيليتي بتاعة البير والاستابيليتي بتاعة الأباطمنت. هنبدأ بالبيرز. البيرز ديت ممكن تكون من الخرسانة المسلحة أو الخرسانة العادية أو من الحجر. البير دوت هو الانترميديت سبورت بتاع البريدج زي ما احنا عارفين. و البير بتاعنا الديك بتقف على البير دوت, والبير في الغالب بتكون الاحمال او يمين وشمال البير تقريبا الاحمال ايكوال, يمكن الاختلاف في اللايف لود بتاع اللي على الديك بتاعه البريدج فقط, لكن البير دوت مفروض ان الاحمال عليه سيمتريك او يعني كاون ويت او ك احمال بتاعه الهيدروستاتيك بريشر بتاع المايه فهي سيمتريك عليه. الاختلاف الوحيد بيبقى في الحمل اللي جاي له من الديك ديو تو لايف لود. ف اللينث بتاع البير بنحسبه ازاي؟ اللينث بتاع البير ده بيتحسب كالاتي. دلوقتي هو اول جزء هو الجزء ده اللي هو عرض البريدج ديك, يبقى عرض الديك اهو بيتجمع عليه مسافة هنا اللي هي المسافة من الخط ده لغاية بداية الجزء الكيرفد من البير ده. المسافة دي بتكون من نص المتر وزيها الناحية التانية. وبعدين البير في الأب ستريم بيبقى الجزء بتاعه دوت على شكل جزء من إليبس, وفي الداون ستريم بيبقى على شكل نص دايرة. فنص دايرة معناها ان المسافة دي هتبقى عرض البير على اتنين. إذا كان عرض البير ده ببير أو ببي فتبقى المسافة دي هي 0.5 ببي, والجزء ده من الإليبس قيمته 0.87 ببي. يبقى هو عرض الدك مجموع عليه مسافة هنا قد تكون متر أو نص متر أو تتراوح من متر ونص متر وزيها الناحية التانية اللي هي 2 في 0.52 متر. وبعدين عندي هنا نص البير ويدث وهنا 0.87 البير ويدث. والعرض بتاع الديك هو العرض بتاع الكاريج واي اللي بتمشي فيه العربيات زائد 2 في العرض بتاع السايد ووك. عندي هنا في سايد ووك وعندي هنا في سايد ووك عشان كده ضربت في 2. ده بالنسبة لطول البير. يبقى طول البير هو ال بير والثيكنس بتاعه هو بي بير, وبيكون موجود على فاونديشن ستريب فوتنج. الستريب فوتنج دي العرض بتاعها هو دبليو اف بي اف. طيب نشوف بقى. فالانيشال دايمنشن بتاعت البير, دايمنشنز بتاعت البير هنتكلم الاول لو البير دوت خرسانه عاديه. فلو البير خرسانه عاديه بيبقى له عرض البي بير دوت ارتفاعه من وش الفاونديشن لغايه اوطى جزء من الديك هو اتش بير. المسافه دي هي الفري بورد, ده دبس الميه, ده قلنا حوالي 50 سنتي اللي هو المسافة من القاع بتاع المجرى المائي إلى الوش بتاع الفونديشن, أو بمعنى أصح دي هنحسبها according to the scour depth. وبعدين ده depth of foundation وده الويدث بتاع الفونديشن اللي هو البير. طيب ارتفاع البير هو الفري بورد زائد depth المية زائد الscour depth اللي هو مفروض انه ما يقلش عن 50 سنتي, عشان كده نحطه هنا 50 سنتي. الفري بورد دوت بيبقى في حدود من 0.5 الى متر. طيب عرض البير, عرض البير بيتراوح من ربع الى خمس الاسبان بتاعه الكوبري, وبيكون اكبر من او يساوي متر لان في الحاله دي ده خرسانه عاديه. الدبس الفاونديشن بيكون اكبر من او يساوي عرض البير اللي هو البير, وفي نفس الوقت اكبر من او يساوي ارتفاع البير على خمسة, وما بيقلش عن 70 سنتي. العرض بتاع الفاونديشن هو عرض البير زائد الدبس بتاع الفاونديشن. أأكد إن دي initial dimensions, يعني دي dimensions empirical اللي إحنا بنفرضها في الأول وبعدين بنبدأ نعمل check على القطاعات. والله لو الدنيا سيف خلاص, لو الدنيا سيف قوي نقدر نقلل القطاعات, لو الدنيا unsafe نبدأ نزود القطاعات. فدي empirical dimensions أو initial dimensions للبير, بنبدأ بعد كده نبدأ نعمل حساباتنا عليها ونشوف هي مناسبة ولا غير مناسبة. بالنسبة لو كان بقى البير ده خرسانة مسلحة, البير خرسانة مسلحة شكل البير هيختلف شوية. هيبقى هو عبارة عن حيطة, والحيطة دي بيتعمل لها كده
بير كاب عشان الكاب ديت تقف عليها الديك بتاعت البير. ارتفاع البير هو هو اللي هو الفري بورد زائد دبس الميه زائد السكور دبس وما يقلش عن 50 سنتي. الفري بورد برضو بنتكلم من نص متر الواحد. العرض بتاع البير بناخده ارتفاع البير على 10 وبيكون بيتراوح من 0.4 الى 0.7 متر. الدبس فاونديشن برضو بيكون في حدود من 0.4 ل 0.7. وعرض الفاونديشن ده بيكون من نص لتلتين ارتفاع البير. برضو بأكد دي أبعاد initial dimensions بنفرضها وبعدين بنبدأ نعمل تشيك عليها. طيب تعال نشوف التشيك بتاع الاستابيليتي بتاع البير. التشيك على الاستابيليتي بتاعت البير. البير ده وطبعا نيجي ندرسه بناخد شريحة من البير طولها متر ونبدأ ندرس الفورسز اللي بتأثر على البير دوت في حالات تحميل مختلفة. عندي ثلاث حالات للتحميل. أول حالة تحميل هي الكيس أوف ماكسيمم نورمال فورس. ماكسيمم نورمال فورس دي تعمل لي ماكسيمم نورمال ستريس على السويل. الكيس أوف مينيمم نورمال فورس ودي هتعمل لي مينيمم نورمال ستريس على السويل ودي بدرسها في الحالة مع الأبليفت. والكيس بتاعة الماكسيمم إكسنتريستي دي اللي هتعمل لي مومنت على الأساسات بتاعة. مهم جدا ان انا اخلي بالي بس ان انا واخد شريحه متر فبالتالي الرياكشن اللي جاي من الديك لازم يتحسب بير متر او بير يونت لينث يعني من البير. فبالتالي لو انا بتكلم على سلاب تايب يبقى هو الرياكشن اللي جاي من السلاب. يبقى في الحاله بتاعت لو الديك بتاعت سلاب تايب يبقى الرياكشن ار داش اللي رايح على البير ده هو الرياكشن اللي جاي من السلاب. الرياكشن اللي جاي من السلاب كان طن بير متر ران. لكن لو انا بتكلم على سلاب وجيردر تايب الرياكشن اللي جاي لي على البير هو الرياكشن اللي جاي من الجيردر. والجيردرز السبيسنج بينها مش واحد متر ده السبيسنج بينها هي اس جيردر. انا واخد شريحه من البير عرضها متر وبناء عليه لازم احسب الرياكشن بير متر. اذا الرياكشن اللي جاي على البير في الحاله دي هيبقى ار داش اللي هو الرياكشن اللي جاي من الجيردر مقسوم على السبيسنج بين الجيردرز. يبقى ار داش ده هو R اللي جاي من الجيردر مقسوم على spacing between girders حيث R girder ده reaction from girder و S girder ده spacing between girders. يبقى دي نقطة مهمة جدا نخلي بالنا منها واحنا بنحسب على البير. احنا بناخد شريحة من البير او حتة من البير او جزء من البير طول واحد متر. يبقى لازم تكون الاحمال كلها على الواحد متر ده. في حالة السلاب طيب الرياكشن اللي جاي لها اللي بتاعها اللي جاي على البير ده بير متر فده ما فيش فيه مشكلة. في الحاله بتاع سلاب وجيردر الرياكشن ده جاي كل مسافه قدرها اس جيردر. يبقى لازم عشان احسبه بير متر اقسم على اس جيردر. طيب اول حاله الحاله بتاعه الماكسيمم نورمال ستريس. امتى يحصل ماكسيمم نورمال ستريس على البير وبالتالي ماكسيمم نورمال او ماكسيمم نورمال فورس اللي تعملي ماكسيمم نورمال ستريس على الفاونديشن هنا. قالك الكيس دي تحصل لو الدك بتاعه الكوبري ده او الكوبري بتاعي متحمل بالديد لود واللايف لود. لان اللايف لود بيروح ويجي او ده لود متحرك ممكن يبقى موجود وممكن ما يبقاش موجود. فان الديك بتاعت الكوبري متحمله بالديد لود واللايف لود ان الكونديشن هنا دي دراي كونديشن فما فيش ابليفت لان الابليفت اللي موجود لو هنا في ميه هيبقى السويل دي ساتوريتد وهنا تحت هيبقى في ابليفت والابليفت ده عكس الاحمال اللي جايه من فوق. فعشان احسب الماكسيمم نورمال ستريس يبقى انا محتاج تبقى الكونديشن دي دراي الترعه ما فيهاش ميه وفي هنا الديد واللايف لود. طيب ايه الاحمال اللي عندنا؟ عندنا وزن البير نفسه اللي هو دبليو واحد ودبليو واحد ده ما هو الا ارتفاع البير في عرض البير في الطول اللي احنا واخدينه واحد متر مضروب في جامعة كونكريت. يبقى اتش بير في بي بير فالشريحه اللي انا واخدها واحد متر في جامعة بلين كونكريت يبقى ده دبليو واحد. دبليو اتنين ده وزن الفاونديشن اللي هو عرض الفاونديشن في سمك الفاونديشن في الشريحه اللي انا واخدها او طول الشريحه اللي انا واخدها اللي هي متر مضروب برضه في جامعة بي سي. يبقى الدبس بتاع الفاونديشن في عرض الفاونديشن اللي هو بي اف في الشريحه اللي عرضها متر او عرض الشريحه بتاعتي متر في جاما بتاعه البلين كونكريت يبقى ده دبليو 1 ودبليو 2. ار ديد لود وار لايف لود زي ما اتفقنا الار بتاعه الديد لود لو هي سلاب تايب هيتاخد هو الرياكشن بتاع السلاب على طول. لو هو سلاب وجيردر هقسم على اس جيردر ونفس الكلام بالنسبه لللايف لود. يبقى ده هو النورمال فورس عندي. طب هل الفاونديشن عليها مومنت؟ لا لان الاحمال دي سيمتريك. طب يهمني ايه بقى؟ يهمني نعمل تشيك ان الاستريس هنا اللي هو النورمال فورس على الاريا بيساوي او اقل من او يساوي الالاوبل ستريس بتاع السويل.
المومنت عندي زي ما قلت بصفر لان مفيش اي اكسنتريسيتي، مفيش اي لود موجود في ناحيه ومش موجود في الثانيه، فبالتالي مفيش اي مومنت حوالين السي جي بتاع القاعده. طيب الاستريس بتاعي هو نورمال فورس على الاريا، نورمال فورس هو عرض الفاونديشن، نورمال فورس ان وعرض والاريا هي عرض الفاونديشن في الطول، وانا واخد شريحه طولها متر، فهو بي اف في 1 لازم يكون اقل من او يساوي السويل بيرنج كاباسيتي اللي جايه من تقرير ابحاث التربه وتوصيل التاسيس. طب افرض ان الاجهاد طلع او يعني ان الاجهاد ده طلع اكبر من البيرنج كاباسيتي، ابدا ازود ابعاد القاعده. طب طلع اكبر من البيرنج كاباسيتي بكتير، ابدا افكر في ان انا اغير الفاونديشن من انها شالو فاونديشن ان انا استخدم ديب فاونديشن واستخدم بايلز. طيب يبقى دي الكيس اوف ماكسيمم نورمال فورس. طيب الكيس اللي بعديها الكيس اوف مينيمم نورمال فورس. مينيمم نورمال فورس لو انا بصيت على الرسمه دي عشان الاستريس هنا او النورمال فورس اللي بتاثر تبقى مينيمم، فالاستريس هنا يبقى مينيمم، يبقى ساعتها اللايف لود مش موجود على الكوبري، يبقى انا هاخد الديد لود بس، وكمان هاخد الميه اللي موجوده هنا. فالميه لو الترعه دي فيها ميه ساعتها يبقى عندي ابليفت، الابليفت ده هيقلل لي النورمال فورس. يبقى الكيس بتاعت الماكسيمم نورمال فورس دي اللي احنا شفناها، بتاعت المينيمم نورمال فورس هيبقى فيها برضو W1 و W2 بالاضافه الى ان عندي ديد لود بس، الرياكشن بتاع ديد لود بس، وهيبقى عندي هنا في ميه، فعندي في ابليفت من تحت قيمته جاما ووتر في اتش 1، حيث اتش 1 ده هو عمق الميه زائد المسافه دي، يعني اتش 1 دي محسوبه لغايه الفاونديشن ليفل. النورمال فورس هي W1 زائد W2 زائد R-dead زائد R-dead، ومفيش مومنت. خلي بالي ان انا عندي في ابليفت اللي هو U ده اللي هو جاما ووتر في اتش، محتاج اشيك ان لازم يكون وزن الكوبري او النورمال فورس على الابليفت اكبر من 1.5، او بمعنى اصح ان الاحمال الراسيه الى اسفل تزيد عن الاحمال الراسيه الى اعلى بمقدار 50% تقريبا. يبقى الفاكتور اوف سيفتي هنا مش هتشيك على الاستريس طبعا، لان الاستريس هيطلع سيف، لان لو الاستريس في الحاله بتاعت الماكسيمم نورمال ستريس سيف يبقى اكيد المينيمم نورمال ستريس هيطلع سيف. انا يهمني هنا ان الابليفت بتاعي يكون اقل من سيجما النورمال فورسز اللي بتاثر، والنورمال فورسز تزيد عن هذا الابليفت بمقدار 50%، يعني النورمال فورس على الابليفت قيمتها اكبر من 1.5 او اكبر من او تساوي 1.5. طيب دي كيس اوف مينيمم نورمال فورس. طب الكيس بقى بتاعه الماكسيمم اكسنتريستي، الكيس بتاعه الماكسيمم اكسنتريستي ديت ان ازاي يبقى في مومنت على البير بتاعي وبالتالي يبقى في مومنت على الفاونديشن. الكيس دي تحصل لو كان الكوبري بالمنظر دوت، جزء او البلاطه اللي ناحيه اليمين مثلا متحمله بالديد واللايف، والبلاطه اللي ناحيه الشمال متحمله ديد بس، او العكس. يبقى عندي في جزء من الكوبري متحمل ديد واللايف وجزء ما فيهوش لايف لود فيه ديد بس. الكونديشن دي باخد فيها دراي كونديشن عشان ما اخدش معايا الابليفت، لان الابليفت بيقلل الستريسز. فدبليو 1 ودبليو 2 ستيل هم وار ديد وار لايف هم. النورمال فورس عندي هتبقى دبليو 1 زائد دبليو 2 زائد ار ديد زائد ار ديد زائد لايف، اللي هي جهه ناحيه من الديك متحمل بالديد فقط والناحيه الثانيه متحمله بالديد واللايف. طيب في مومنت، في مومنت. المومنت ده هينشا من ايه؟ هينشا ان موجود في لايف في ناحيه ومش موجود الناحيه الثانيه. فاللايف لود ده هيعمل مومنت حوالين الاكس او السي جي بتاع الفوتنج او الفاونديشن او السيب فوتنج بتاعت البير. طيب نقطه تاثير الفورس دي فين؟ احنا اتفقنا ان احنا عشان واحنا بنعبر عن الدك دي على انها سمبل بيم، قلنا ان بناخد الاسبان بنضربها في 1.05، ده معناها ان الرياكشن ده بيأثر على بعد 1.25 من الاسبان والناحيه الثانيه 0.25. تاني الكلير سبان اس، طيب الاسبان اللي احنا بنحسب عليها ستريننج اكشن كانت 1.05 اس، معناها ان في ركوب على السبورت ناحيه اليمين وركوب على السبورت ناحيه الشمال، واحد 0.25 اس والثاني 0.25 اس عشان يبقى مجموعهم 0.05 اس. طيب يبقى انا عايز اجيب المومنت عند ال سي جي بتاع القاعده، يبقى الار دي بتاثر من حرف البير كده على بعد 0.25،
لكن حرف البير ايه علاقته بالسي جي؟ على بعد 0.5 عرض البير. يبقى الرياكشن ديو تو لايف لود يتضرب في 0.5 عرض البير مطروح منه 0.025 اس، يبقى ده يجيب لي المومنت. يبقى انا كده عندي في على السويل تحت هنا هيبقى فيه نورمال فورس وفي مومنت. طيب نورمال فورس ومومنت، يبقى الاكسنتريستي هتبقى المومنت مقسوم على النورمال فورس، واقدر احسب الاستريس. سيجما 1 هو النورمال فورس على الاريا، والاريا هيبقى بي اف في 1، فانا ما كتبتش ال1، زائد ام اوف واي على اي، فام والواي هتبقى بي اف على 2 واي هتبقى بي اف تكعيب على 12، فيطلع ان سيجما 1 هتبقى ان على بي اف زائد 6 ام على بي اف سكويرد. ده الكومبريشن ستريس لازم يكون اقل من السويل بيرنج كاباسيتي. والستريس بقى الثاني اللي هو سيجما 2 اللي هو ان على بي اف ناقص سيجما ناقص 6 ام على بي اف سكويرد اكبر من او تساوي صفر، لان غير مسموح بوجود تنشن على السويل. يبقى دول هما التو كونديشنز اللي المفروض حضرتك تخلي بالك منهم، ان الاستريس على السويل ما يحصلش ان في تنشن خالص، يعني الاشاره بتاعت الاستريس ما تقلبش، والاستريس الماكسيمم يكون اقل من او يساوي البيرنج كاباسيتي بتاعه السويل. طيب نروح بقى نشوف الابارتمنت. الابارتمنت برضو هي شايله اللود بتاع الديك، بس في نفس الوقت هي شايله او بتسند التراب اللي وراها. بالتالي لو احنا بصينا على الابارتمنت هنلاقي ان هي عليها فيرتيكال لود جاي لها من الديك، وعليها هوريزونتال لود جاي لها من الايرث بريشر اللي هي بتسنده. الابارتمنت ممكن تكون من الخرسانه المسلحه او الخرسانه العاديه او الحجر. يبقى ادي الابارتمنت، هي الابارتمنت دي الخرسانه العاديه، دي البلين كونكريت ابارتمنت، ودي بنسميها جرافيتي ريتيننج وول، بمعنى اصح ان هي معتمده في الاتزان بتاعها على الوزن، لان وجود تربه هنا، التربه دي بتاثر عليها بايرث بريشر في هذا الاتجاه. الايرث بريشر دوت عايز يزق الابارتمنت، فممكن الابارتمنت دي يحصل لها سلايدنج تتزحلق، او يحصل لها اوفر تيرننج فتلف حوالين النقطه ديت فيحصل لها اوفر تيرننج، فنتيجه لوجود فورس افقيه عليها. وده الفرق بينها وبين البير، لان البير مفيش عليه قوه افقيه، او معنى اصح القوه الافقيه اللي عليه جايه من ضغط الميه، وهو موجود ضغط الميه سيمتريك على البير دوت، فبيلاشوا بعض. لكن في الحاله بتاعت الابارتمنت انا عندي هنا في ايرث بريشر، في سويل، فالسويل دي بتعمل ايرث بريشر، وعندي الفيرتيكال لود اللي جاي لها من الديك. ده شكل الابارتمنت لو كانت خرسانه مسلحه، فهي كانها كانتليفر، بنسميها كانتليفر تايب ريتيننج وول، حيطه راسيه كده عليها ايرث بريشر من هنا، بس بتعتمد في الاتزان بتاعها على وزن التراب اللي على الفاونديشن، لان الفاونديشن بتاعتها ممتده في هذا الاتجاه، فالتراب اللي هنا ده بيساعد في الاستابيليتي، لان وزنه بيعكس اتجاه العزوم اللي هتنشا من الايرث بريشر. وده الانيشال دايمنشنز بتاعه الابارتمنت في الحاله بتاعه الجرافيتي طيب او البلين كونكريت. الابارتمنت ديت بيكون الميل بتاع الحيطه ديت بميل واحد افقي لاربعه راسي، وتبقى الحيطه دي معتمده على الالتزام بتاعها عن طريق وزنها. ارتفاع الابارتمنت هو برضو الفري بورد زائد دبس الميه زائد السكاور ديبس اللي هو لا يقل عن 50 سنتي، هي دي زائد 0.5 زائد الفري بورد، واتفقنا الفري بورد ده برضو يتراوح من نص الى متر. سمك الابارتمنت او سمك الحيطه بتاعت الابارتمنت دي من فوق بيتراوح يعني سمك الابارتمنت من فوق يتراوح ما بين السبان على 10، اكبر من او يساوي السبان على 10، واكبر من او يساوي 0.2 اتش ابارتمنت. طيب عرض الابارتمنت من تحت هيبقى عرضها من فوق زائد انا عندي الخط ده السلوب بتاعه واحد افق لاربعه راسي، هيبقى زائد اتش ابارتمنت على اربعه، ولو السلوب ده واحد لخمسه هتبقى اتش ابارتمنت على خمسه. الدبس اوف الفاونديشن بيبقى في حدود اكبر من او يساوي 0.2 اتش ابارتمنت، اكبر من حوالي 70 سنتي، والعرض بتاع الفاونديشن اللي هو البي اف دوت هو عرض الابارتمنت من تحت اللي هو البي اي مجموع عليه depth of foundation. بأكد ان دي initial dimensions نشتغل بيها، وبعدين بنبدأ نشيك على الابارتمنت ديت ان القطاعات بتاعتها سيف او انها محققة الاستابيليتي، انها against sliding over turning with stresses، وبعدين بناء على النتيجة بتاعتنا دي اللي هتطلع هنقول الدايمنشنز ديت كويسة ولا الدايمنشنز دي احنا محتاجين نكبرها او محتاجين نقللها. طيب تعالى نشوف الـ reinforced concrete apartment.
reinforced concrete abutment زي ما قلت لك هي عبارة عن بنسميها cantilever type، عبارة عن حيطة رأسية والحيطة دي واقفة على foundation بالمنظر دوت. الحيطة دي برضو ارتفاعها هو هو اللي هو الـ H abutment اللي هو الـ freeboard زائد الـ depth زائد الـ 50 سنتي اللي هي عشان ما يحصلش سكور، السكور ما يطولش الفونديشن يعني. والثيكنس بتاع الابوتمنت من فوق هو هو الثيكنس بتاعها من تحت اللي هو اتش ابوتمنت اللي هو الحته دي يعني اتش ابوتمنت على 10. والعرض بتاع الفونديشن تقريبا تلت الارتفاع، والفونديشن دي بتقسم التلت ناحيه الكنل والتلتين ناحيه الصويب عشان هي معتمدة في الاتزان بتاعها على ال في الاتزان بتاعها على وزن السويل اللي فوقيها. طيب عايزين بس نوضح البيزكس بتاعت الووتر والايرث بريشر والسريتشارج بريشر. وده مفروض ان الووتر بريشر ده يعني درسناه لكم في سنة تانية مدني، وقلنا ان لو انا عندي عمق ميه قيمته اتش فالبريشر على بعد او على بعد على ديبث اتش من فري سيرفيس قيمته جاما اتش، يبقى ده البريشر هنا وده هو البريشر الفيرتيكال وهو الهوريزونتال. ولو عايز اجيب الفورس هو توزيع البريشر ده شكله مثلث كده، فالفورس بتاعته بتساوي الفوليوم بتاع البريشر ديستريبيوشن اللي هو مساحه المثلث ده مضروبه في العمق جوه. وزي ما اتفقنا في البير بناخد شريحه متر، فاحنا في الابطمنت بناخد شريحه متر برضو، وبالتالي العمق اللي احنا هناخده الداخل هو متر. فالفورس هتبقى مساحة المثلث دوت اللي هي نص القاعدة في الارتفاع، يبقى هي 0.5 جاما ووتر اتش اللي هو القاعدة بتاعته جاما ووتر اتش والارتفاع بتاعه اتش، فهي نص في اتش في جاما ووتر اتش او نص جاما ووتر في اتش سكويرد. ومكان تأثيرها هو السي جي بتاع المثلث ده اللي هو على بعد التلت من تحت. طيب الارث بريشر مختلف شوية عن الووتر بريشر، لان الفيرتيكال ستريس هو وزن التربه اللي فوق فهو جاما سويل في اتش سويل، بينما الهوريزونتال فورس هي الفيرتيكال فورس مضروبه في كوفيشنت اللي هو كوفيشنت اوف اكتيف ايرث بريشر اللي هو كي اي. كي اي دوت له حسبه، كي اي ده بيساوي 1 ناقص ساين فاي على 1 زائد ساين فاي، حيث فاي دي هي الانجل اوف ريبوز او زاويه الراحه او الانجل اوف انترنال فريكشن. في الحاله بتاعه الساند الفاي دي قيمتها 30 درجه، وبالتالي الكي اكتيف ده بيطلع نص. وبرضو الديستريبيوشن ده شكله مثلث، وبالتالي برضو الفورس هتبقى الاريا بتاعت المثلث في العمق اللي هو واحد، ومكان تاثير الفورس في السي جي بتاع المثلث. اللي احب اوضحه لك، انا هنا بتعامل مع سويل طيب واحد من السويل، قد يكون السويل دي لايرز وكل لاير ليها فاي مختلفه، فالشكل مش هيطلع مثلث كده. التفاصيل دي انت هتسمعها من زمايلنا في قسم اللي بيدرسوا لك هندسه الاساسات او يعني الفاونديشنز والسويل ميكانكس. زمايلنا هيدرسوا لك الجزء دوت بتفاصيله، وفي الغالب انت هتدرسه الترم ده يعني ان شاء الله. طيب لو بقى في سيرت شارج في يونيفورم لود فوق، فاليونيفورم لود فوق برضو الهوريزونتال كومبوننت بتاعت الفورس هي قيمة اليونيفورم لود مضروب في كي اكتف، يعني قيمته هي بي مضروبة في كي اكتف، هي نفس كي اكتف اللي هي 1 ناقص ساين فاي على 1 زائد ساين فاي، وشكله قيمته شكله يونيفورم بالمنظر ده. فبالتالي المحصلة بتاعت الفورس هي المساحة بتاع المستطيل ده اللي هي بي في كي اكتف في اتش، ومكان تأثيرها في السي جي بتاع المستطيل اللي هي في النص. يبقى السلايد دي بس انا بحاول ادي لك البيزكس بتاعه الووتر والايرث بريشر والسريتشارج بريشر ازاي تحسبهم، بس في تفاصيل اكتر زي ما قلت لك، والتفاصيل دي هتسمعها فيما يخص الجزء بتاع الايرث بريشر من زملائنا في هندسه في ميكانيكا التربه وهندسه الاساسات. طيب تعال بقى نشوف احنا عايزين ندرس الابطمنت ديت او ندرس الستابيليتي بتاعت الابطمنت دي اجينست ايه. تعال نشوف تشيك ذا ستابيليتي اوف ابطمنت. اول حاجه هنشوف تشيك اوف ستابيليتي اجينست سلايدنج. الابطمنت عليها سيجما فيرتيكال فورسز جايه من الاوزان،
وعليها سلايدنج فورس اللي جايه من الاير بريشر. فالسلايدنج فورس دي ممكن تخلي الابطمنت دي تتحرك. ايه اللي بيقاوم الحركه؟ بيقاوم الحركه ريزيستنج فورس اللي هي الفريكشن الموجود ما بين الفاونديشن والسويل. الفريكشن فورس ده زي ما انت عارف هو النورمال فورس مضروبه في الفريكشن فاكتور. بالتالي انا يهمني ان السلايدنج ما يحصلش سلايدنج للابطمنت، وبالتالي انا عايز ان الريزيستنج فورس دي لازم تكون اكبر من السلايدنج فورس. طيب يبقى انا السلايدنج فورسز دي هي سيجما الهوريزونتال فورس او سيجما الهوريزونتال فورسز اللي بتاثر على الابطمنت وهي ممثله في الايرث بريشر. يبقى دي هي السلايدنج فورس. الريزيستنج فورس دي فريكشن فورس، هي معامل الاحتكاك في سيجما الفيرتيكال فورسز. معامل الاحتكاك ده بيساوي تان 2 على 3 فاي، وفاي دي الانجل اوف انترنال فريكشن. لو بنتكلم على سند الزاويه دي مثلا جنرال 30 درجه مثلا، فبالتالي انا قدرت اجيب الفريكشن فاكتور. لازم يكون في فاكتور اوف سيفتي اجينست سلايدنج اكبر من 1.5، يعني ريزيستنج فورس على السلايدنج فورس تكون اكبر من او تساوي 1.5. يبقى ده الفاكتور اوف سيفتي اللي احنا محتاجين نحققه عشان نقول ان الابطمنت دي سيف اجينست سلايدنج. يعني تخلي بالك من حاجه، ان في احمال ممكن تبقى موجوده او مش موجوده، او في لودز ممكن تبقى موجوده او مش موجوده. زي ايه؟ زي اللايف لود. اللايف لود ده ممكن يبقى موجود او مش موجود، يعني الكوبري عليه ترافيك لود، ولا الكوبري مقفول، او الكوبري بالليل خالص فما فيش حركه. فبالتالي الرياكشن بتاع اللايف لود او اللايف لود الرياكشن بتاع الديك ديو تو لايف لود ده، هل هيزود الاستابيليتي ولا يقللها؟ لو كان هيقلل وجوده هيزود الاستابيليتي، ماخدوش معايا وانا بحسب الفاكتور اوف سيفتي ده. يبقى الفاكتور اوف سيفتي ده لازم احسبه، اخد في اعتباري كل حالات التحميل ممكن. اللايف لود ممكن يبقى موجود او مش موجود، وجوده هيزود الاستابيليتي، يبقى انا المفروض ان ماخدوش معايا. مثلا وانت بتعمل تنفيذ ديورينج كونستراكشن بتاع البريدج، الميثود ستيتمنت قالت لك ان انا مثلا هردم ورا الابطمنت قبل ما انفذ الدك. ده معناه ان الحيطه ديت هيبقى عليها الايرث بريشر، والرياكشن اللي جاي من الدك ده مش موجود سواء كان لايف او ديد لود، فده هيدخل معاك برضو. يبقى انا ما اخدهمش معايا وانا بعمل تشيك على السلايدنج. لازم تخلي بالك وانت بتعمل تشيك على السلايدنج، وبرضو وانت بتعمل تشيك على الاوفر تيرنينج اللي احنا نيجي نتكلم عليه كمان شويه، خلي بالك ان لو في قوه ممكن تبقى موجوده او مش موجوده، شوف تاثيرها هيزود الفاكتور اوف سيفتي ولا هيقلله. لو هي وجودها هيزود الفاكتور اوف سيفتي، يبقى الاحسن انك ما تاخدش. طيب تعالى نشوف التشيك اوف ستابيليتي اجينست اوفر تيرنينج. طبعا انا هدرس اوفر تيرنينج حوالين نقطه او ديت اللي هي النقطه دي. انا عندي فيه اوفر تيرنينج فورس. الاوفر تيرنينج فورس دي او دي جايه منين؟ من جايه من السيجما الهوريزونتال فورسز. دي هتعمل اوفر تيرنينج مومنت حوالين نقطه او ديت. طيب وعندي فيه الفيرتيكال فورسز، ودي ستابيلايزنج فورسز لانها بتعمل مومنت حوالين نقطه او بس في الاتجاه الثاني. طيب ايه اللي يضمن ان الحيطه دي ما يحصلش انها تلف؟ لازم يكون الاستابيلايزنج مومنت على الاوفر تيرنينج مومنت ده بيحقق فاكتور اوف سيفتي. فاكتور اوف سيفتي ده برضو عايزينه لا يقل عن 1.5. يبقى انا عندي في ام اس ده المومنتس اوف او سيجما المومنتس اوف ستابيلايزنج فورسز، والام او هو سيجما المومنتس اوف اوفر تيرنينج فورسز. الفاكتور اوف سيفتي اللي هو الام ستابيلايزنج على الام اوفر تيرنينج لازم يكون اكبر من او يساوي 1 عشان اقول ان الحيطه دي سيف اجينست اوفر تيرنينج. وتاني لو في قوه موجوده والقوه دي بتروح وتيجي، يعني ممكن تبقى موجوده او مش موجوده، فاشوف تاثيرها. لو هي مش موجوده هتقلل الفاكتور اوف سيفتي زي اللايف لود برضو في الكيس ديت، فبالتالي ما اخدهاش معايا وانا بحسب الفاكتور اوف سيفتي اجينست اوفر تيرنينج. ثالث تشيك هو التشيك على الستريسز. طيب هنعمل بقى تشيك على الستريس على السويل. فانا دلوقتي دي هي الابطمنت بتاعتي وعرض الفاونديشن بتاعها بي اف. انا محتاج احسب النورمال فورس، سيجما النورمال فورس وسيجما المومنت عند السي جي. فالنورمال فورس هو سيجما الفيرتيكال لودز، وده خلاص مش هيفرق عند السي جي ولا مش عند السي جي. هنروح بقى نحسب المومنت عند السي جي نتيجه لكل الفورس اللي هو ام دوت. فانا عندي دلوقتي في نورمال فورس وعندي في مومنت. عايز بقى احسب الستريس عند الفاونديشن. الستريس ده هو سيجما 1 2 بتساوي نورمال فورس على الاريا زائد او ناقص ام فاي على اي. ام فاي على اي، فده هيطلع لي شكل الستريس ديستريبيوشن كده، قيمه ماكسيمم وقيمه مينيمم. تاني بقى ايه الايكويشنز تاني كده؟ ان سيجما
هي النورمال فورس على الاريا زائد او ناقص ام اوف واي على اي، لان المومنت بيعمل تنشن هنا وبيعمل كومبريشن هنا. النورمال فورس على الاريا طبعا ده النورمال فورس بتعمل كومبريشن، فاقدر اشيل المومنت ده واحطه النورمال فورس مضروب في الاكسنتريستي، حيث الاكسنتريستي هي ام على ان، وطبعا الواي هي بي اف على 2، والانرشيا بي تكعيب بي اف تكعيب على 12، والاريا هتبقى بي اف لان كل طبعا بضرب في واحد بي اف في واحد، والانرشيا بي اف تكعيب في واحد على 12. فاقدر اوصل للفورمولا دي، يبقى سيجما واحد هتبقى نورمال فورس على بي اف واحد زائد 6 اي على بي اف، لازم ده يكون اقل من الاول سويل بيرنج كاباسيتي. وسيجما 2 ما ينفعش الاشاره بتاعتها تقلب من موجب لسالب، ده معناه ان بقى في تنشن ستريس وده مش مسموح بيه او مش هيحصل اصلا كمان. فنورمال فورس على بي اف في 1 ناقص 6 اي على بي اف ده لازم يكون اكبر من او يساوي صفر، يعني نو تنشن اللو. طبعا واحنا بنشيك على السلايدنج بنشيك على الاوفر تيرنينج بنشيك على الستريسز، ولقينا ان التشيك مش طالع صح، يعني الفاكتور اوف سيفتي مثلا مش محقق 1.5 في السلايدنج والاوفر تيرنينج، فانت محتاج تزود الفاكتور اوف سيفتي. انت في السلايدنج عشان تزود الفاكتور اوف سيفتي ده معناه ان انت عايز تزود الريزيستنج فورس. تزود الريزيستنج فورس ازاي؟ ممكن تزودها عن طريق انك تزود ابعاد الحيطه عشان الوزن بتاعها يزيد فالفريكشن يزيد، لان الفريكشن بيساوي النورمال فورس مضروبه في الفريكشن فاكتور. الاوفر تيرنينج برضو انت عايز تزود الاستابلايزنج مومنت، فعشان تزوده محتاج تزود برضو الوزن يزود لك المومنت. هنا في الاستريسز انت مش محتاج تزود النورمال فورسز، انت محتاج تزود الابعاد بتاع القاعده، تزود البي اف لانك بتقسم على البي اف هنا، فالبي اف لما تزيد الاستريسز دي قيمها هتقل. ايه بقى حالات التحميل بتاعه الاباطمنت؟ حالات تحميل حاله برضو شبه حالات التحميل بتاعه البريدج بتاعه البير بتاع البريدج، اللي هي الكيس بتاعه الماكسيمم نورمال فورس. الماكسيمم نورمال فورس ان يبقى هنا في سيرت شارج والبريدج كله متحمل ديد ولايف، السويل هنا دراي كونديشن، فدي هي الكيس بتاعه الماكسيمم نورمال فورس على الفاونديشن. الكيس بتاعه الماكسيمم اكسنتريستي ان اللايف لود ما يبقاش الماكسيمم اكسنتريستي في اتجاه الاير سايد، يبقى انت عايز الفورس تزق كده، يبقى انت لازم الترعه تبقى فيها ميه لانها هتدي لك فورس افقيه في هذا الاتجاه في اتجاه السويل، بالاضافه الى ان الرياكشن بتاع اللايف لود بيعمل مومنت عكس هذا الاتجاه، فيبقى الاحسن ان الكوبري بتاعي ما يبقاش فيه احمال حيه، يبقى ديد لود فقط، ودي كيس دي هتجيب لك ماكسيمم اكسنتريستي في اتجاه الاير سايد، ودي جاست افتر كونستراكشن. الكيس بتاعت الماكسيمم اكسنتريستي في اتجاه الميه ان المنطقه دي ما بقاش فيها ميه جوه الترع، ما فيش ميه دراي، وهنا في ناحيه التربه انا عندي السويل وعندي كمان الميه الجوفيه عاليه، فدي الماكسيمم جراوند ووتر ليفل، بالاضافه الى السيرت شارج، كل دول هيعملوا مومنت في هذا الاتجاه اللي هو في اتجاه الووتر سايد. دول 3 كيسز بتوع الابارتمنت. طبعا زي ما قلت لك انت لازم تدرس الحالات during construction، الconstruction هيتم ازاي، لان قد يكون في حالات critical هتظهر في الحالة بتاعت construction، زي انك تردم ورا الابطمنت قبل ما تنفذ الدك وهكذا، فالموضوع ده محتاج يدرس. وعندك حالات تحميل كتير، مش هما الثلاث حالات اللي احنا بنحكي فيهم دول بس، according لأسلوب التنفيذ او تتابع التنفيذ. طيب بكده نبقى خلصنا الشابتر بتاع الديزاين بتاع الشورت سبان رينفورسد كونكريت بريدجز.